كمان رحله النادي الاهلي خلينا ناخدها في جزء اخر. النادي الاهلي بيمثل يعني بيمثل مصر في محفل عالمي، محفل كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله دايما يكون متواجد النادي الاهلي. يمكن اعتقد دي المره، يقولوا لي المره السادسه او المره السابعه في كاس العالم للانديه، ده رقم كبير لطبعا فريق افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي شرفنا، زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي رايح وحامل اسم النادي الاهلي المصري. النادي الاهلي المصري بيمثل مصر زي ما اولادنا اللي بيمثلوا او من النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بيشرفونا ويمثلونا في الكاميرون في بطوله افريقيا. كمان لعيبه النادي الاهلي الموجوده دلوقتي اللي وصلوا بسلامه الله لدبي، دول اللي هيمثلونا ان شاء الله بدايه من يوم السبت الجاي مع نادي مونتريه المكسيكي. كمان بيمثلوا مصر بشكل او باخر. كل التوفيق لبعثتنا، كل التوفيق لطبعا فرقتنا فريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله يكون ليه كل التوفيق، وكل طبعا التحيه للاعبين. وان شاء الله باذن الله، اكيد ان شاء الله باذن الله، النادي الاهلي نمره واحد بيقاتل في الملعب، وان شاء الله باذن الله مهما كان. ودايما في مقوله، واكيد جماهير النادي الاهلي عارفه المقوله دي، الاهلي بمن حضر.